يقول: هل يجوز إعطاء طلبة العلم من زكاة المال إذا كانوا ميسورين بعض الحال؟ لا، الزكاة للفقراء والمساكين من طلبة العلم وغيرهم، أما الغني فلا تحل له الزكاة. والغني ليس معناه اللي عنده الملايين أو عنده، الغني الذي يجد ما يكفيه، الذي يجد ما يكفيه لسنته هذا غني، لا تجوز له الزكاة. نعم.